بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ربيع النبوة. عرفنا أن السيد عبد الله تزوج بالسيدة آمنة. السيد عبد الله والسيده امنه هم قد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو وام رسول الله. محمد بن عبد الله وامنه بنت وهب. وان النبي صلى الله عليه وسلم له اعمام وبالتالي فله اولاد اعمام. ومن اعمامه الذين قد اسلموا العباس وحمزه. والعباس انجب عبد الله بن العباس وكان عبد الله بن العباس هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وسمي بحبر الامه يعني العالم الكبير الذي يعني لا يشق له غبار في الفقه الاسلامي وكان من العبادله الذين حملوا الفقه الاسلامي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين من الصحابه الكرام عبد الله بن عباس كان حبر الامه وكان ترجمان القران ولذلك ينسب اليه كثيرا اشياء تتعلق بتفسير القران. والنبي دعا له. اخوه قثم على وزن فُعل زي عمر قثم. قثم هذا اخر من خرج من القبر عند دفن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحضر جنازة النبي ودفنه عم العباس وعلي بن أبي طالب وقثم وسفينة وهكذا وآخر من لامس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف في وضعه في القبر في المدينة المنورة كان قثم ابن العباس أخو عبد الله ابن العباس العباس وحمزة أسلموا ابو لهب لم يسلم بل نزلت فيه ايات تتلى الى يوم القيامه تبت يد ابي لهب وتب كان ابو لهب يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بالرغم من ذلك الا انه كفر بما اتى به وكان قد تزوج بامراه تكره النبي صلى الله عليه وسلم من حب أبي لهب في النبي فإنه كما ذكرنا أعتق ثويبة عندما أخبرته بمولد النبي ثويبة عبد عند أبي لهب فلما قالت له يا سيدي آمنة بنت وهب جابت محمد فإنه فرح جدا وقال لها اذهبي فأنت حر لوجه الله تعالى ابو لهب هذا خلف ولدين اسمه عتبه وعتيبه فعتبه وعتيبه صمم ابو لهب ان هم يروحوا يخطبوا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقيه وام كلثوم النبي عنده اربع بنات زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه بترتيب الولاده كده عنده أبناء تانيين بس ذكور وماتوا صغار واحد اسمه القاسم فكانوا ينادوا يقولوا له يا أبا القاسم يا أبا القاسم لأن ابنه كان اسمه القاسم من السيدة خديجة واحد اسمه عبد الله مسميه على اسم أبوه عبد الله محمد عبد الله ولكن أيضا مات وهو صغير واحد اسمه الطيب برضه مات صغيرا وقيل ان في واحد تاني اسمه الطاهر برضه مات صغيرا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. فلم يصل واحد من ابناء النبي الذكور الى مبلغ الرجال. مبلغ الرجال ده يبدا سن 15 سنه لا كلهم ماتوا في سن ست سنين، ثلاث سنين، سنتين ومنهم بعد ذلك في المدينه سيدنا ابراهيم ابن النبي عليه السلام والسيده ماريا القبطيه. اذا فاولاد النبي اربع بنات ومجموعه من الذكور الا ان الاربع ذكور او الخمس ذكور او الثلاث ذكور كلهم ماتوا في حياه النبي وكلهم ماتوا صغارا. القاسم الطيب الطاهر. عبد الله ويقال بقى ايه عبد الله هو الطيب الطاهر هو الطيب الطيب هو الاثنين دول ولا هم افراد مختلفين على كل حال هذا لا يضر لانهم لم ينجبوا ولم يكبروا وانما ماتوا صغار اربع بنات زينب ورقية ومكلسوم وفاطمة احفظوا عتبة وعتيبة ولاد ابو لهب راحوا علشان يخطبوا ويتجوزوا ويكتبوا الكتاب كمان على رقية وأم كلثوم والحمد لله ما دخلوش بيهم وأروى اللي هي حمالة الحطب اللي هي زوجة أبي لهب صممت على طلاقهم فطلقوهم والحمد لله وذهب هكذا وتزوجت رقية بعد ذلك بسيدنا عثمان ثم ماتت وتزوج سيدنا عثمان بأم كلثوم أختها بعدها ثم ماتت أيضا عنده فسمي بذو النورين. أربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم لكن القصص دي بتورينا أن أبو لهب كان بيحب النبي ولكن مع هذا الحب إلا أنه كفر بالتوحيد وكفر برب العالمين ولذلك نزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة سورة تبت يد ابي لهب وتب الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته